حد قال لي واد حسين لبيب الواد اللي بيلبس بنطلونات حمراء ده الواد ده ولا ليه قيمة ولا ليه قيمة وتافه وتافه بقول له تاني ولا حسين لو انت راجل كنت نزلت انتخابات المرة اللي فاتت تمام بس انت ما نزلتش ومستنيك الانتخابات الجاية ان شاء الله عشان العمر هو مش انت برضه حسين لبيب اللي محمد مصطفى محمد وحسين وحسين اسمه فيصل وسامة فيصل ثانية واحدة وابن شرقي كان عندك ايامها هو والسياسي بالظبط مش انت برضه حسين اللي انا رجعت لقيتك عامل شريط ناديك وناديك وكان في عقود كتيرة صوتك يلا تاني كان في عقود كتيرة تم تعديلها بعد ما رسالة توجهها له المستشار مرتضى منصور وامام عاشور ده مشي ليه؟ عشان العقد الجديد بتاعه الجديد اللي بعده يقعد 4 سنين اولا امام عاشور كان بيلعب العقد القديم بقاله 4 سنين تمام؟ يعني فاضله 6 اشهر يمشي العقد الجديد اساله ابراهيم بقه اسمه ابراهيم بقه ولا اسمه ابراهيم عبد الله؟ اسالوه فين؟ اللي خد عقد الواد مصطفى محمد وقال لك انا حطيته في العربيه في البيت اصل دي امانه تمام؟ وغيره وغيره ضرايب كان جيت لقيته 197 مليون جنيه ضرايب وخرب الفريق يقول لك ايه اصل انا خدت دوري وكاس مش عارف ايه لا انت طلعت اعترفت دول بتوع مرتضى منصور دي اللعيبه اللي كنت جايبها سبتها لك يا راجل ده مدرب السله خدوه منك بالك لا مش عندنا اتفضل معاك تعليق حضرتك على تذبذب مستوى نادي الزمالك خلال الفتره الاخيره ست مستشارين المحترمين الجمهور الحقيقي واخليك ورا فريقك وهتكسب وتتعادل وهتخسر ست المستشار سيادتك انا واخد 14 تعليق حضرتك على تذبذب فريق كره في الفتره الهزائم المتتاليه للفريق والهزائم يعني اخر هزيمه من شباب بلوزداد يا جماعه الهبيه جماعه محرمه رئيس ولايه الادب رئيس شتيمه وضرب بالعزايز بس اقسم بالله هم دلوقتي هيضروا الجمهور المحترم لان ممكن مجلس الاداره يطلع قرار ما فيش جمهور شكرا يلا البس فالجمهور المحترم اللي هو ما عجبوش قله الادب الماتش اللي فات وقهتف ضدهم اللي بتعملوه ده مش هيحرك شعر من دماغه واللي عايز ينزل الانتخابات انا قبل كده قلت لهم انا هعمل انتخابات مبكره بالنسبه لي محمد رفاعي الشرعي وانزلوا كلكم بس ليا طلب واحد اتفضل لو سقطتوا كسبتكم خلاص تمشي في الشارع يعني انت بتقول لكل عايز تعليق تعليق حضرتك على ان الاهلي حصل على المركز الرابع في كاس العالم للانديه وكنت